أعرف أن هناك مشقة في ترحالنا، نشعر كلنا بذلك. أجل، لكن أحدا من البيت لا يبوح بتعبه. غير صحيح، كلنا نبوح، لكن لكل طريقته. ألا ترين أم عبد الله كم هي متعبة؟ أنا من يلام دائما. هو اختيار اللحظة لا أكثر. هذا ما ينقصك يا فاطمة؟ أحب أبي، لكني أود أحيانا لو كانت حياتنا طبيعية، لو كان تاجرا مثلا. خير تجارة تلك التي يفعلها. أجل، البنت المطيعة زينب. وددت لو أعيش كباقي الفتيات، أن أعيش في مدينة أعرف أني سأمكث فيها، فلن أفارق أهلها إذ نعرفهم. أريد أن أرى أبي وقتا أكثر. حينها لن يكون أبا عبد الله، سيكون رجلا آخر. يا فاطمة، لقد أكرمنا الله بوجودنا معا. إنها إرادة الله أن يواجه الإمام كل هذه الصعاب، وتدعمه عائلته وتؤازره. ومن لها أخت وديعة كزينب؟ ومن لها أخت تكدر مثلي؟ أنا أختك في السراء والضراء يا فاطمة. طلب سيدنا موسى من ربه أن يكون معه أخوه هارون ليشد به أزره. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أعرف فيك الاجتهاد، لكنك تجاوزين كل توقعاتي يا زينب. كأني أرى فيها أبي.